أكبر مصيبة وأكبر أزمة أكبر كارثة تعيشها البلدان الإسلامية هي أنها يعني تستهلك في رمضان وهو للصيام، فالله فرض رمضان للصيام ونحن نستهلك. أكبر كارثة نمر بها هو يعني ارتفاع الاستهلاك في رمضان، ارتفاع الاستهلاك من حيث الكمية، أن الناس يستهلكون يعني يأكلون كثير، ثم ساعات العمل تتقلص، أن الناس لا يعملون أي شيء، النوم والخمول والكسل والكلام، كثرة الكلام. الناس يأكلون كثير في رمضان وهو مخالف للسنة الكونية بالنسبة لرمضان. لو كان الناس يفهمون المعنى الكوني للصيام، يعني المقاصد الكونية للصيام، كما قلت يعني ما خرجوا للأسواق. فما كان الصحابة يستعدون لرمضان يقتنون تمور وبيض ودجاج وسمك ولا، يعني يدخل رمضان يعني بالعكس، كان فرحة رمضان هي صلاة التراويح وهي العبادة لله وهي الجوع، كانوا كيفرحوا رمضان لأنهم سيجوعون لأنهم سيصومون. حنا ملي كيدخل رمضان كنخافوا من الصيام من الجوع وكأن صاعقة غادا تطيح علينا، بالعكس هذا الجوع ما فرضه الله إلا رحمة، ما فرض الله سبحانه وتعالى الجوع إلا رحمة بالناس، لأن الناس يأكلون كثير ويخلطون الأكل ويأكلون في أي وقت. على الأقل يعني لا تأكل من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، على الأقل المعدة ترتاح والجسم يعني يطرح هذه السموم يتخلص من الزوائد ومن الشحوم. يعني فهي فرصة وهي فرصة وفرصة لا تعوض. فالذين سيملؤون الموائد لا صيام لهم، من الناحية الشرعية صيامكم جائز وليس مقبول، لأن الله هو اللي قبل. يعني جائز من الناحية الشرعية، لكن من الناحية الكونية أن تستفيدون من الصيام لا يمكن، لا يمكن أن تملأ الموائد ويستفيد الناس من الصيام ثم في الأخير يقول أنا صمت رمضان ولا أحس بشيء، إن بالعكس سيزداد مرضك.